كان رجل علم ثقافة وطيبوبة. سبحان الله العظيم، راه كان هذا الحدث هذا راه الأليم. سبحان الله العظيم، هذه مصيبة الموت ديال الوالد كانت صعيبة علينا وعلى الأسرة ديالو وعلى الأسرة الصحفية وعلى الجميع، كلشي تألم على فراقه. هو راه أول الصحفيين مهنيين في المغرب اللي كان عنده، فهمتي، صحفي دبلومي. أول صحفي هو الوالد عبد الله العمراني رحمه الله، ونسأل الله عز وجل يرحمه ويصبرنا جميعا ويصبر. آخر حوار اللي جمعني به، سبحان الله العظيم، باش فاق من العملية، والعملية ديال القلب كانت ناجحة، باش فاق سبحان الله العظيم أول كلمة قال فيها العطش. كنت كنذكر الله، كنقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وقال لي يا ولدي الحمد لله الحمد لله، عطاني الشراب. وكيذكر باش عطانا الشراب، قال لي واش ولدي هذا ما زمزم، فهمتي، كتعطيني ما زمزم. سبحان الله العظيم، قلت له لا، هذا ديال داك لاله مريم بن صالح اللي كعرفها. قال لي واش حتى مريم بن صالح ولات كتعمر القراعي ديال ما زمزم، واش كان ناوي هو يحج من بعد هذه العمليه؟ والله يثبت لي النيه ديالو والاجر، ورزقنا وياكم حسن الخاتمه جميعا. في هذا اليوم الرمضاني الكريم فقدنا عزيزا واخا كبيرا ومهنيا اصيلا، مولاي عبد الله العمراني، احد مؤسسي الصحافه الحديثه في المغرب. لقد كان رحمه الله غيورا على مهنته، وجاء بدبلوم متخصص من تونس، وكان من مؤسسي وكاله المغرب العربي للانباء في الدار البيضاء سنه 1975، وبعد ذلك كان من رواد الصحافة الملتزمة، وكانت له فرنسية أنيقة رائعة، كما كانت له عربية أرقى، وأسس ساهم في تأسيس العديد من الصحف، وكانت آخرها جريدة لافيريتي التي كانت واحدة من الصحف الأسبوعيات الأساسية في المشهد الإعلامي المغربي. ولكن خارج كل هذا، كان السي عبد الله رجلا وطنيا غيورا، خصوصا في القضية الوطنية، وظل إلى آخر يوم في حياته يكتب التدوينات من أجل القضية الوطنية، وكان بشوشا، وكان إنسانا رائعا متعاطيا للحياة، عاشقا للفن، وأسس مهرجانا في تطوان، وكان رجلا متعدد الأبعاد. فلذلك نعتقد أن هذا الفقد كان فقدا جللا لأحبته وأصدقائه وللإعلام الوطني. رحمك الله السي عبد الله العمراني، وأسكنك فسيح جنانه، سنفتقدك، وإلى اللقاء. عبد الله العمراني الذي نشيعه اليوم هو من أقرب الأصدقاء لي وزميل لي منذ مدة طويلة، اشتغل بجانبي يوم أسست جريدة في السبعينات، اشتغل في عدة صحف وطنية. عبد الله يشهد الجميع بكفاءته وطنيته، كيف لا، وهو ابن عائلة وزانية وطنية معروفة بوطنيتها ونضالها. عبد الله كان أنيقا في كتاباته، كان ملتزما، كان يعني مهووسا بحب الوطن، تشهد كتاباته المتعددة بما يكنه لهذا الوطن وللصحافة الوطنية من مودة، من إخلاص، من التزام. رحم الله عبد الله، بفقدانه تفقد الساحة الوطنية أحد أبنائها البرارة، أحد روادها، أحد الشهداء الذين ضحوا في سبيل أن تعلى كلمة الصحافة، من أجل أن تحيا الصحافة الوطنية، من أجل أن تقوم بمهامها على أحسن وجه. رحم الله عبد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.